أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.
عفى الله لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا لو خرجوا فيكم ما إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. لو خرجوا فيكم ما زيدوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. وفيكم سماعون
والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى الحق وظهر أمر الله. وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء رسلنا لوطا بهم وضاق بهم ذرعا ولما جاء رسلنا لوطا بهم وضيق بهم ذرعا ولما جاء رسلنا لوطا بهم وضيق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجيءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتهن أطهر لكم فاتقوا الله فاتقوا الله فاتقوا الله فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد أليس منكم رجل رشيد
فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو صدق الله العظيم. هكذا خاتم من الإسلام استمعتم أنتم للبيانات تعالى علينا وعليكم صاحب الفضيلة فاضل الأستاذ الكبار الشيخ محمد سالم عامر القارئ من إذاعة التلفزيون والعالم العربي والمقيم بكاريتا الشباب التابعة لمركز عيون حشر الستردو والفراش الحديثة مع الفن إدارة الحاج محمد عبد المقصود وأولاده المقيمين بوزير التوفيق حضرة الأستاذ المعزين الكرام كل من جاءنا بالعزاء لكل سؤال مشكور والبقاء الله.